أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين. في المواقع المحلية إعادة إحالة عدد من كبار تجار المواد الغذائية في مارب إلى النيابة. الأمم المتحدة تسجل فرار مئات الأسر من مواجهة الضالع. ومن أخبارنا المنوعة، طيار أسترالي يستسلم للنوم ويتجاوز مطار التوقف بخمسين كيلومتر. أهلا بكم. تستمر ميليشيات الحوثي في تدمير العملية التعليمية، ولكن هذه المرة ليس بتفجير المؤسسات التعليمية وإنما بتدمير المقررات الدراسية. ويعنون موقع الصحوانت، جامعة إب تقر تدريس ملازم الصريع حسين الحوثي في جميع تخصصات الجامعة. قال الموقع إن ميليشيا الحوثي في محافظة إب فرضت ملازم مؤسسة الصريع حسين بدر الدين الحوثي ضمن المقررات الدراسية بالجامعة. وأصدر نائب رئيس جامعة إب للشؤون الأكاديمية عبد الله محمد الفلاحي المعين من قبل الحوثيين تعميما بتدريس ملازم حسين الحوثي ضمن مقررات السنة الأولى في جميع كليات الجامعة. وبحسب التعميم فإن تدريس محاضرات حسين الحوثي في السنة الأولى بجميع كليات الجامعة جاء بناء على قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الانقلابيين بصنعاء. الحرب في اليمن في رؤية الآخرين، تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا: لم يهتم الإعلام الدولي وتتداعى الصيحات وتحشد المنظمات الدولية والإنسانية همتها لما جرى ويجري في اليمن كما حدث خلال الأسابيع الماضية على خلفية جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهذا بداهة سينعكس على مصير ما يجري في اليمن، رغم أنه يبدو لأول وهلة أنه في صالح الطرف الانقلابي، لكن ليس بالضرورة أن تنتهي الأمور كما تشتهي الميليشيا، فهذه الشعوب تثأر للشعب اليمني وليس لحكامه. في حال حدوث اتفاق شكلي مفترض سيكون بداهة على الورق ولن ينفذ، وعليه فالمعارضة للنظام المفترض مستقبلا في حال تقاسم السلطة تحت مسمى التوافق، يعني قنبلة موقوتة. وعليه فأهون من القبول بهكذا حالة، أي سلطة الأمر الواقع ومقارعتها حتى لو تطلب الأمر حربا لأشهر قادمة، بل لضعف مدة الحرب التي مضت. فالأمر ليس بيد اليمنيين، الإشكال هو لدى من اغتصب السلطة، فالعدوان هو في نهاية الأمر تحصيل حاصل ونتيجة وليس سببا. وهذه الحالة رغم مرارتها وبشاعتها أهون من الهرولة نحو الوهم وشرعنة الانقلاب. يصف البعض تقاسم السلطة على هذا النحو بأنه حل الضرورة، وقد يكون حالة مؤقتة، ولكن ألم يتعظ اليمنيون من حالات محاصصة كانت بمثابة بؤر متفجرة زمانا ومكانا في بلدان عدة؟ السلام الحقيقي المستدام خطه واضح، وهو البحث عما وراء الأسباب وإزالة مسببات الحرب. وبما أن سقوط صنعاء المدوي كان قفزا على الإجماع وخلط الأوراق وفرض أمر واقع، فلا سلام إلا بإزالة تلك المسببات، وهو عودة الدولة وتسليم مقدراتها وأن تجرد الميليشيا من السلاح. أما سلام تحت أسنة السلاح فهذا كمن يحرث في البحر، وستظل سفسطة وجدلا عقيما وتساؤل أيهما الأول، البيضة أم الدجاجة؟ إلى موقع الحرف 28 والذي عنون في صفحته الرئيسية نقلا عن الأمم المتحدة أن 500 أسرة يمنية فرت من المواجهات بالضالع. وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن التقارير تؤكد هروب المدنيين من المواجهات في مديرية دمت بالضالع
إلى مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة. وأضافت المفوضية أنه لا يزال هناك العديد من المدنيين الذين يتواجدون في القرى القريبة من الخطوط الأمامية للمواجهات في المديرية ذاتها التي اشتد فيها القتال، وتشهد عدد من مناطق محافظة الضالع معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي الذين يبسطون نفوذهم على مناطق قليلة بالمحافظة وبينها أجزاء من مديرية دمت. وأكد التقرير أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى حوالي 3500 أسرة في عدن، وأنها حددت مساعدة 1800 أسرة خلال الأسابيع المقبلة استنادا إلى تقييمات الاحتياجات الإنسانية دون ذكر حجم المبلغ. ومنذ نحو 4 أعوام يشهد اليمن البالغ عدد سكانه نحو 27,500,000 نسمة حربا بين القوات الحكومية المدعومة بالتحالف من جهة وبين مسلحي الميليشيا من جهة أخرى الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 2014. في محاولة لضبط الأسعار والحد من احتكار التجار للسلع الأساسية لجأت السلطة في مارب إلى القضاء ليقول كلمته. ووفقا لموقع رأي اليمن، السلطات في مارب تحيل عددا من كبار تجار المواد الغذائية إلى النيابة. قال القائم بأعمال مدير عام مديرية المدينة ناصر حسين مثنى: أحلنا ملفات عدد 8 من كبار تجار الجملة للمواد الغذائية إلى النيابة العامة لتلاعبهم بالأسعار وسوء التخزين للمواد التي بحوزتهم. وأضاف مثنى: الاهتمام باحتياجات المواطنين الضرورية هي أولويات عملنا، ولن نتهاون مع أي متلاعب بالأسعار أو مع من يحتكر أيا من المواد الأساسية. من جانبه أشار مدير فرع الصناعة والتجارة بالمدينة نبيل الشميري أن الحملة تأتي استمرارا للنزول الميداني المستمر لموظفي مكتب الصناعة بالمدينة ومراقبة حركة السوق التجارية. قال الشميري إن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة تم بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة. عن أوروبا وسؤال الديمقراطية، تحت هذا العنوان كتب مروان قبلان مقاله في صحيفة العربي الجديد: على عكس الولايات المتحدة لا تجد في الخطاب السياسي الأوروبي الكثير عن موضوع دعم الديمقراطية خصوصا في المنطقة العربية، ما قد يعود إلى التجربة التاريخية المختلفة للطرفين عندنا، إذ ليس للولايات المتحدة ماض استعماري في العالم العربي، لذلك تجدها أجرأ في الحديث عن قضايا الديمقراطية وحتى استخدامها ذريعة للتدخل عسكريا. سبب آخر ممكن لغياب الحماسة للديمقراطية في الخطاب السياسي الأوروبي تجاه المنطقة العربية هو أن النخب الأوروبية الحاكمة ترى أن وضع الممارسات الديمقراطية شرطاً للتعامل مع الآخرين ينعكس سلباً على حظوظها الانتخابية، بمعنى أن حياتهم الديمقراطية تعتمد إلى حد ما على لا ديمقراطية الآخرين، ولذلك لا يميلون للمخاطرة بمصالحهم الاقتصادية والتجارية عبر الخوض في قضايا الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان عربياً. أما العامل الذي لا يظهر على السطح لكنه يبقى في خلفية التفكير الأوروبي فهو مرتبط بالنظرة الاستشراقية الغربية التقليدية التي تعتقد بوجود تناقض جوهري بين الإسلام والديمقراطية، وأن التيارات الإسلامية حتى لو قبلت بالعملية الانتخابية وليس بالديمقراطية الليبرالية فإنها تقبل بها طريقا للوصول إلى السلطة ولكي تبقى فيها. لكن هذا كله لا يعفي من القول إن لأوروبا مصلحة حقيقية في ديمقراطة المنطقة العربية، إذ أثبتت ثورات الربيع العربي خصوصا في سوريا مدى ارتباط أمن أوروبا ورخائها بأمن دول جنوب المتوسط ورخائها. فالأنظمة الاستبدادية لم تعد ضمانة للاستقرار، كما فقدت القدرة على أداء دورها حارس أمن للبوابات الأوروبية لمنع تدفق اللاجئين أو المتطرفين. في موضوع متصل نطالع من العربي الجديد أن الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي أنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن
وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقررة في السويد أوائل ديسمبر المقبل. وكانت بريطانيا قدمت الأسبوع الماضي نص مشروع القرار في الوقت الذي كثفت الأمم المتحدة جهودها لإجراء محادثات بهدف إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 4 سنوات. ويأمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث في أن يجمع على طاولة واحدة الحكومة اليمنية والحوثيين بهدف إجراء محادثات السلام التي يتوقع أن تبدأ في السويد في 3 ديسمبر. وخلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدمه البريطانيون، قالت البعثة الأمريكية أنه من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم، والتي ستكون نقطة عطاف مهمة في العملية السياسية. إلى الصحافة الفرنسية، حيث نطالع في الشأن اليمني ما جاء في صحيفة ليبراسيون الفرنسية نقلا عن منظمة هيومن رايتس ووتش، حثها الأرجنتين على مقاضاة الأمير السعودي محمد بن سلمان من أجل ملفي اليمن واغتيال خاشقجي، حيث تقدمت هيومن رايتس ووتش بدعوى قضائية ضد ولي عهد السعودية محمد بن سلمان المقرر حضوره إلى قمة مجموعة الـ20 في بيونس آيرس الأرجنتينية. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، بدأت السلطات القضائية الأرجنتينية في تحليل شكوى حول الدور المزعوم لمحمد بن سلمان في جرائم حرب محتملة ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن وحالات تعذيب يرتكبها المسؤولون السعوديون. كما طلبت هيومن رايتس ووتش من القضاء الأرجنتيني التحقيق في التواطؤ المحتمل لمحمد بن سلمان في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. ووفقا للصحيفة الأرجنتينية، يتعين على النائب العام راميرو جوينز أن يقرر ما إذا كان ذلك يتطلب فتح تحقيق أم لا. تشرح هيومن رايتس ووتش في بلاغها أنها تأخذ في الاعتبار حقيقة أن الدستور الأرجنتيني يعترف بالولاية القضائية العالمية على الجرائم ضد الإنسانية. زاد بعدنا عن المريخ. تحت هذا العنوان كتب جلبير الأشقر مقاله في القدس العربي مضيفا: أحصد الرجال والنساء العاملين في الفيزياء الفلكية أو في صناعة المركبات الفضائية، فاهتمامهم منصب على حقل يشهد تقدماً مستمراً، وتصغر مشاكلنا في أنظارهم مثلما تبدو كرتنا الأرضية من الفلك وكأنها كرة قدم ملونة. تأملوا، فبينما كان العاملون في الحقلين المذكورين يحتفلون قبل يومين بالنجاح الباهر الذي حققته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في إنزال المركبة الفضائية إنسايت على سطح المريخ، كنا نحن المهتمين بما يتعلق بكوكبنا المسكين وبوجه خاص رقعاته نصف الصحراوية التي يقطنها الناطقون باللغة العربية، نبحث في مآثر مثل هواية حكامنا الأوباش في اقتراف المجازر أو اصطياد المعارضين أو تنافسهم على البقاء في السلطة في أعمار متقدمة. بيد أن من يقول إننا لازلنا نعيش في القرون الوسطى إنما يخطئ أو لا يفصح سوى عن نصف الحقيقة، فإن القرون الوسطى مفهوم ينتمي إلى تقسيم للتاريخ منظوراً إليه من أوروبا الغربية، حيث كانت القرون بين 5 الميلادي والـ14، أي حتى النهضة الأوروبية، قروناً من الانحطاط، بينما شهدت تلك القرون عينها ذروة التقدم الحضاري في المنطقة الواسعة التي عربها الفتح الإسلامي. أما في المقابل، فما أبعدنا عن القرون الوسطى من حيث مرتبتنا من الإسهام في الحضارة الإنسانية وعلوم الطبيعة. وقد جاء هبوط إنسايت على سطح المريخ يذكرنا بأن منطقتنا أنجبت بعض كبار علماء الفلك قبل العصر الحديث، أمثال ثابت بن قرة ومحمد بن جابر بن سنان البتاني وإبراهيم بن يحيى الزرقالي وتقي الدين الشامي من العصر العباسي وحتى بدايات العصر العثماني. وقد اشتهروا لدى الأوروبيين الذين استوحوا من دراساتهم في نهضتهم العلمية.
تنشر صحيفة الديلي تيليغراف تقريرا تحت عنوان البابليون يتحدثون إلينا بعد 2000 عام، كما تخصص جزءا من مقالها الافتتاحي للموضوع ذاته تحت عنوان بابل بلا دموع. ويتحدث التقرير عن أول فيلم ناطق باللغة البابلية القديمة نفذه أكاديمي بريطاني علم نفسه هذه اللغة القديمة ويقود حملة لإحيائها. تقول الصحيفة أن الدكتور مارتن ورثتون الزميل في كلية سانت جونز صنع هذا الفيلم مع طلبته الذين قدموا تجسيدا دراميا باللغة البابلية لحكاية كتبت على رقي من طيني منذ 701 قبل الميلاد. ويحمل الفيلم المتاح للمشاهدة على يوتيوب عنوان رجل فقير من نايبور، ويحكي قصة رجل يسعى للانتقام من حاكم المدينة لقتله معزته 3 مرات. تقول الصحيفة وفقا لترجمة البي بي سي أن هذا العمل جاء تتويجا لعقدين من البحث في هذه اللغة التي كانت اللغة السائدة في منطقة الشرق عموما، ولغة الدبلوماسية التي استخدمها ملوك بلاد ما بين النهرين والفراعنة في مصر والحكام الآخرون في الشرق الأدنى. تضيف الصحيفة أن الدكتور مارتن ظل يتعلم هذه اللغة منذ عام 2000، ويقول أنه استطاع أن يتحدث بها، لكنه يقر بأنه لا يتحدثها بطلاقة كاملة، لكنه مستمر في عملية تعلم التحدث الحديث بها. ويوضح أن اللغة البابلية هي إحدى اللغات السامية كالعبرية والعربية اللتين حلتا محلها في منطقة الشرق الأوسط بعد أن اختفت البابلية المحكية قبل ولادة المسيح. حين اقترب من وجهته غلبه النعاس فنام. هذا هو أكثر الأخبار المنوعة تصدرا لمواقع الأخبار، وقد نشرت العديد من الصحف بينها الشرق الأوسط التي عنونت طيار أسترالي يستسلم للنوم ويتجاوز مقصده. أعلن مسؤول السلامة الجوية أن طائرة صغيرة تجاوزت مقصدها في أستراليا بمسافة 50 كيلومترا تقريبا بعدما غلب النوم قائد الطائرة في قمرة القيادة. كان الطيار وهو الشخص الوحيد على متن طائرة شحن كانت متوجهة إلى جزيرة كينغ الواقعة بين تسمانيا والبر الرئيسي الأسترالي، ولم يتضح كيف استيقظ الطيار قبل أن يهبط بسلام بالطائرة. وأفاد مكتب سلامة النقل الأسترالي الذي يحقق في الواقعة بأن ما حصل ناجم عن قضية عجز خلال الرحلة، حيث غلب النوم الطيار ما أدى لتجاوز الطائرة لجزيرة كينغ بمسافة 46 كيلومتر. وأضاف المكتب في بيان أنه سوف يقوم بالتحقيق مع الطيار ومراجعة إجراءات العمل قبل إصدار تقريره النهائي العام المقبل. وأشار مدير شركة للاستشارات في مجال الطيران إلى أن الطائرة كانت في وضع الطيران الآلي وهي مصممة للتحليق حتى نفاذ الوقود، أو في بعض الحالات يجب إغلاق خزانات الوقود، لذلك عندما يتوقف تدفق الوقود سوف تتحطم. الاهتمام الدولي بمساعي الحل في اليمن. تحت هذا العنوان كتب محمد علي السقاف مقاله في الشرق الأوسط مضيفا في جزء من المقال: لعل الحرب ضد الإرهاب، خصوصا بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 الإرهابية، عززت من اهتمام الولايات المتحدة باليمن وبالوجود فيه على مختلف المستويات. والدور البريطاني هنا له عدة اعتبارات وأهداف من تعاونه مع الولايات المتحدة الأمريكية. فبريطانيا لم تكن من أوائل الدول التي اعترفت بتغيير طبيعة النظام في صنعاء عام 1962، وذلك بسبب وجودها في مستعمرة عدن والجنوب العربي التي رأت في ثورة سبتمبر تعزيزا للناصريين في الجنوب واليمن. والآن بوجود القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت بعد الاستفتاء الذي جرى في 23 من يونيو/حزيران 2016، فإن بريطانيا كما يبدو سترتبط بعلاقات أكثر ديمومة بالولايات المتحدة، أو بالأصح العودة إلى علاقاتها الحميمية والتقليدية بالولايات المتحدة. فمشروع تشكيل ناتو عربي بمباركة أمريكية وبريكسيت يجعل بريطانيا
خارج المشروع الفرنسي للرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل جيش أوروبي يحظى بتأييد من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ودول أوروبية أخرى، وتعارض الولايات المتحدة المشروع. ومن هنا يتبين التوافق الأمريكي البريطاني الخاص باليمن وتوزيع الأدوار بينهما على مستوى مجلس الأمن الدولي. والولايات المتحدة تتحرك في إطار رؤية أمريكية خالصة كنوع من تفعيل سياسة السلام الأمريكي. والسؤال المطروح، ماذا عن موقف الأطراف اليمنية في النزاع إزاء هذه التحركات الإنجلو أمريكية حول الأزمة اليمنية؟ وماذا عن مواقف بقية الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي؟ وهل سينعقد المؤتمر في مطلع ديسمبر المقبل أم لا؟ تعرض صحيفة الديلي تيليغراف صوراً منوعة من مناطق مختلفة في العالم، وتظهر الصور أحداثاً سياسية وظواهر معينة نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. للأفكار أجنحة كثيرة كي تحلق وتطير عاليا، ومن بين هذه الأجنحة الألوان والأشكال التي يجمعها الكاريكاتير ليقول لنا أشياء كثيرة في مساحة صغيرة ومحدودة. نتابع ماذا تقول لنا الريشة اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.